كميات كبيرة جديدة من المخلفات رفعها أعضاء فريق الغوص الكويتي في عمل وطني يهدف إلى المحافظة على البيئة البحرية. تلك المخلفات رفعها فريق الغوص من شاطئ شارج والدوحة، وحذر الفريق من أن رمي هذه المخلفات في البحر ينذر بوقوع مشكلات بيئية، مشددا على مرتادي الشواطئ وجسر الشيخ جابر بعدم إلقاء هذه المخلفات في المياه. اليوم السبت 13/7/2019 شوفوا كم المخلفات اللي متركزة في الدوحة وعشيرج وساحل عشيرج. شغالين احنا في 4-5 اماكن لرفع هذه المخلفات. مع الاسف الشديد المخلفات من كل الانواع، شوفوا شلون حتى بعض المقاولين قاعد يقطون هذه العوامات. مع الاسف هذه رابع عوامه نشيلها، فيها خطوره على الملاحه طبعا.